بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال ابن جرير رحمه الله، يقول تعالى ذكره: ذلكم أيها الثقلان رب المشرقين، يعني بالمشرقين يعني بالمشرقين مشرق الشمس في الشتاء ومشرقها في الصيف. وقوله رب المغربين يعني ورب مغرب الشمس في الشتاء ومغربها في الصيف. عن ابن أبزة قال: رب المشرقين ورب المغربين، قال: مشارق الصيف ومغارب الصيف مشرقان تجري فيهما الشمس 60 و300 في 60 و300 برج، لكل برج مطلع لا تطلع يومين من مكان واحد. وفي المغرب 60 و300 برج، لكل برج مغيب لا تغيب يومين في برج واحد. هذا كلام ظاهر لمن تأمله، وهي أن الشمس لها يعني حدين تنتقل فيه بينهما، تبلغ أقصى مبلغ في الصيف وأقصى مبلغ في الشتاء شروقا وغروبا، وبينهما كل يوم تنتقل من مكان يعني درجة درجة 360 لأنها على عدد أيام السنة. عن مجاهد: رب المشرقين ورب المغربين، قال: مشرق الشتاء ومغربه مشرق الصيف ومغربه. عن قتادة: رب المشرقين ورب المغربين، فمشرقها في الشتاء ومشرقها في الصيف. عن قتادة قال: مشرق الشتاء ومغربه ومشرق الصيف ومغربه. قال ابن زيد: رب المشرقين ورب المغربين، قال: أقصر مشرق في السنة وأطول مشرق في السنة، وأقصر مغرب في السنة وأطول مغرب في السنة. أقصر مشرقين، أقصر مشرق ومغرب يوم 21 ديسمبر، وأطول مشرق ومغرب يوم 21 يونيو. وقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، يقول: فبأي نعم ربكما معشر الجن والإنس من هذه النعم التي أنعم بها عليكم من تسخيره الشمس لكم في هذين المشرقين والمغربين تجري لكم دائبة بمرافقكم ومصالح دنيا بمرافق تجري لكما دائبة بمرافقكما ومصالح دنياكما ومعايشكما تكذبان، ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. مرج البحرين يلتقيان، يقول تعالى ذكر مرج رب المشرقين ورب المغربين البحرين يلتقيان. مرج الله، مرج الذي خلق الإنسان المارج من النار، مرج الذي هو رب المشرقين ورب المغربين، مرج البحرين يلتقيان، ويعني مرج أرسل وخلى، من قولهم: مرج فلان دابته إذا خلاها وتركها. عن ابن عباس قوله: مرج البحرين، يقول: أرسل البحرين. اختلف أهل العلم في البحرين اللذين ذكرهما الله،
جل ثناؤه أي البحرين هما؟ فقال بعضهم هما بحران أحدهما في السماء والآخر في الأرض. عن ابن أبزة قال مرج البحرين يلتقيان، قال بحر في السماء وبحر في الأرض. عن سعيد في قوله مرج البحرين يلتقيان، قال بحر في السماء وبحر في الأرض. عن ابن عباس قال بحر في السماء والأرض يلتقيان كل عام. وقال آخرون عنا بذلك بحر فارس وبحر الروم. عن الحسن قال مرج البحرين يلتقيان، قال بحر الروم وبحر فارس واليمن. عن قتادة البحران بحر فارس وبحر الروم. قال وأولى الأقوال في ذلك عندي الصواب قول النومان قال عني به بحر السماء وبحر الأرض، وذلك أن الله قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، واللؤلؤ والمرجان إنما يخرج من أصداف بحر الأرض عن قطر ماء السماء، فمعلوم أن ذلك بحر الأرض وبحر السماء. العجيب أنه لم يذكر القول الآخر الراجح وهو بحر المالح وبحر الحلو الذي ذكره ابن كثير رحمه الله، هو مذكور عن قتادة. يقول بينهما برزخ لا يبغيان، يقول تعالى ذكر بينهما حاجز وبعد لا يفسد أحدهما صاحبه فيبغي بذلك عليه، وكل شيء كان بين شيئين فهو برزخ عند العرب، وما بين الدنيا والآخرة برزخ. عن ابن أبزة قال لا يبغيان بينهما برزخ لا يبغيان، لا يبغي أحدهما على صاحبه. عن مجاهد قال بينهما حاجز من الله لا يبغي أحدهما على صاحبه. عن ابن عباس بينهما برزخ لا يبغيان يقول حاجز. عن قتادة بينهما برزخ لا يبغيان يقول هذه الجزيرة هذا اليبس، البرزخ هذه الجزيرة هذا اليبس. عن قتادة البرزخ الذي بينهما الأرض التي بينهما. عن قتادة قال حجز المالح عن العذب والعذب عن المالح، والماء عن اليبس واليبس عن الماء، فلا يبغي بعضه على بعض بقوته ولطفه وقدرته. قال ابن زيد بينهما مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، قال منعهما أن يلتقيا بالبرزخ الذي جعل بينهما من الأرض، قال والبرزخ بعد الأرض الذي جعل بينهما. من يتأمل الآية يجد أن أظهر الأقوال أنها الحلو والمالح، لأن الله قال مرج البحرين وخلطهما ببعضهما والتقاؤهما صريحة جدا أنهما يلتقيان، وأن هذا أمر مشهود للإنس والجن. فأما وجود بحر السماء فالناس لا يرون بحر السماء وإنما يرون المطر، إنما يرون البحر الحلو العذب ويرون البحر المالح، ويراهم أن الناس تراهما يلتقيان فهما، ومع ذلك لا يبغي أحدهما على الآخر. جعل الله بينهما برزخا حاجزا لا يعني يؤثر الماء المالح على الحلو والحلو على المالح رغم الاختلاط، فيبقى كل منهما مستقلا. يعني هذه الآية كونها من إعجاز العلمي في القرآن، وأن ما ثبت من أن الماء الحلو والماء العذب والماء المالح إذا التقيا عند وصبات الأنهار
لم يختلط المآن بل ظل كل منهما على حاله، من أقوى يعني أنواع الإعجاز العلمي فعلا. ذكرناها المرة الفاتحة، قلنا أن فيه ثبت علميا خروج بعض أصناف اللآن من البحر الحلو رغم ندرة ذلك، ودي معجزة أخرى. تعلم أنه في السماء أنه هينزل منه يوم بسبب اجتماعهما، من المطر، من حبة المطر تقع في إيه؟ في الصدفة. لا، لا دليل على ذلك. هو أصلا اللؤلؤ عبارة عن حيوان رخم يفرز اللؤلؤ ده. اختلف أهل التأويل في معنى قوله لا يبغيان، قال بعضهم معنى ذلك لا يبغي أحدهما على صاحبه، عن ابن أبزة ومجاهد نقل ذلك قبل ذلك، وقال آخرون بل معنى ذلك لا يختلطان، عن مجاهد قال لا يبغيان لا يختلطان، وقال آخرون بل معنى ذلك لا يبغيان على اليبس، هذا عن قتادة، وقال آخرون بل معناه لا يبغيان أن يلتقيا، قال ابن زيد لا يبغي أحدهما أن يلتقي مع صاحبه. وأولى الأقوال في ذلك والصواب أن يقال إن الله وصف البحرين اللذين ذكرهما في هذه الآية أنهما لا يبغيان، ولم يخصص وصفهما في شيء دون شيء، بل عم الخبر عنهما بذلك، فالصواب أن يعم كما عم جل ثناؤه فيقال إنهما لا يبغيان على شيء، ولا يبغي أحدهما على صاحبه، ولا يتجاوزان حد الله الذي حدد لهما حده لهما. لو فهمت الآية في ضوء المعلومات العلمية من عدم الاختلاط فهو يرجح قول مجاهد لا يختلطان، هذا أظهر الأقوال إن شاء الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يقول تعالى ذكره فبأي نعم الله ربكما يا معشر الجن والإنس تكذبان من هذه النعم التي أنعم عليكم من مرجه البحرين حتى جعل لكم بذلك حلية تلبسونها كذلك. أدخل لهذا واستغفر الله.